لكن الليبيون يرون في أن مصر السيسية، ولا نقصد جمهورية مصر أو الشعب المصري، بلد معتدي على ليبيا، وبلد حقيقة به كثير من الإشكال باعتباره نظام دموي وديكتاتوري قام بعزل رئيس منتخب وزج به بالسجن إلى أن قتل. ومن الزاوية الثانية ينظر الليبيون الأحرار والوطنيون على أن العلاقات الليبية المصرية يجب أن تبدأ من الزاوية التي توقفت منها، ولماذا توقفت وكيف يجب أن تبدأ، ويجب أن لا يكون هناك تدخل. العلاقات الليبية التركية هي علاقات رصينة وقوية واستراتيجية وستظل، ولذلك لا يمكن حتى مجرد التفكير في إمكانية مراجعة الاتفاقيات أو كما يدعون، لأن هناك نص صريح بالفقرة التاسعة على استحالة أن يكون هناك مراجعة لأي اتفاقيات أبرمت في الفترة الماضية، ومنها هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الشرعية المتمثلة فيما بين ليبيا وما بين تركيا. فالأتراك كانوا حقيقة قد وقفوا وقفة شجاعة أثبتت حقيقة بأن تركيا حليف يتم الاعتماد عليه، ووجده الليبيون في الشدة، ولذلك لا يمكن إلا أن تستمر هذه العلاقة. وأما أثر ما يتعلق بهذا في إمكانية أن تفتح سفارة، فهو إدان بأن مصر قد راهنت على حصان خاسر، أو لعله حمار خاسر، ونقصد حفتر وعصابته. ومن هذه الزاوية رجوعها إلى حضن ليبيا ومراجعتها إلى أن تكون في طرابلس هذا أمر جيد. الأجود منه في أن تتحسن أخلاقات السياسة لديهم، وأن يتوجه إلى الليبيين من ناحية أن يكون هناك علاقات متبادلة في إطار مصالح مشتركة يعترف بها الجميع، ولكن يجب أن تكون أيضا في إطار عدم التدخل في الشؤون المحلية وعدم الفتنة وعدم دعم العصابات المسلحة وعلى رأسهم حفتر